بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب المستوى الخامس والسادس من دبلوم السلام والصحة المهنية بالمعهد العالي لسلامة المشاريع قوشة، كنا في آخر محاضرة قد تكلمنا عن أهمية تحليل البيانات في إدارة السلامة والصحة المهنية وأهمية تحليل هذه البيانات، وتكلمنا كذلك عن الجودة في تقييم الخدمات الصحية والمعايير والأبعاد التي يضعها المتعامل في اعتبار وهو يقيم الخدمة الصحية أو الخدمة الطبية. وبدأنا الكلام بشكل عام عن بعض الجوانب التي تتعلق بتقييم الخدمة الصحية، وذكرنا أنه أول جانب من هذه الجوانب وهو من الجوانب المهمة جدا هو الجانب الملموس، الجوانب الملموسة في تقييم جودة الخدمة الصحية. ولما نتكلم عن الجوانب الملموسة بنتكلم عن أشياء كثيرة جدا، من ضمنها المباني وجاذبية المباني ووجود التسهيلات المادية في المبنى من مصاعد سلالم أو درج مريح، من أماكن للاستراحة للجلوس، من التهوية الجيدة، الإضاءة الجيدة، هذه كلها من العوامل الملموسة. كذلك المواقف، أن يكون المستشفى أو المركز الصحي فيه مواقف للسيارات وغيرها من الأشياء الملموسة التي ينظر إليها المتعامل أو المريض أثناء زيارته للمبنى حق المستشفى أو للمرفق الصحي. كذلك التصميم والتنظيم الداخلي للمباني وتوزيع المباني والمساحات وسهولة الحركة ما بين مختلف المرافق الصحية داخل المستشفى، كل ما كان الموضوع سهل بالنسبة للمتعامل أو للمريض، ما كان في حركة زائدة متعبة للمريض أو لذويه، كل ما كانت خدمة جودة الخدمة الطبية أفضل بالنسبة للمتعامل. كذلك واحدة من أهم الجوانب الملموسة التي تكون هي الفيصل في الحكم على كثير من المرافق الصحية، مسألة جودة المعدات والأجهزة الطبية التي تتعامل بها المستشفى المعينة في أخذ العينات وتشخيص الأمراض وخلافه. تدخل هذه الجوانب في تقييم جودة الخدمة الصحية بشكل كبير. كذلك من الجوانب الملموسة جدا هي مسألة مظهر الطاقم العامل في المستشفى، ابتداء من الأطباء والممرضين والإداريين والعمال الذين يعملون في المستشفى، فكل ما كان مظهرهم جميلا ولائقا كل ما كان ذلك دليل على جودة الخدمة الطبية المقدمة بواسطة هؤلاء الطاقم. الجانب هذا جانب مهم جدا، ولكنه ليس الفيصل، لأنه قد نجد أنه بعض المستشفيات متوفر فيها كل هذه الأمور الملموسة ولكن جودة خدمتها الطبية رديئة جدا. فالجوانب الخمسة لا بد أن تتكامل مع بعضها البعض حتى يكون التقييم شاملا لجميع عناصر الخدمة. طيب حماد، الاعتمادية، عندنا الاعتمادية واحدة من أهم الأبعاد التي تقيم بها الخدمة الطبية أو الخدمة الصحية هي الاعتمادية. لما نقول الاعتمادية فنحن نعني مثلا دقة الأجهزة والدقة في الإنجاز والسرعة في الإنجاز، نعني كذلك الوفاء بتقديم الخدمة الصحية في المواعيد المحددة وبالكيفية المحددة والجودة المحددة، نعني كذلك توفر التخصصات المختلفة، فكل ما كان المرفق الطبي فيه كل التخصصات المطلوبة كل ما كان ذلك أدعى لتقييم وتقييم جيد. فمثلا تذهب لكثير من المستشفيات والمراكز الصحية فتجد حتى المختبر، إذا عندك فحص معين يقول لك الفحص هذا غير متوفر عندنا، تروح لمستشفى آخر أو كذا.
فالاعتمادية واحدة من أهم الأبعاد التي يقيم بها المتعامل جودة الخدمة الطبية. لا بد أن تكون هنالك اعتمادية كبيرة جدا متمثلة في الوفاء بتقديم الخدمات، الدقة في المواعيد، سرعة الإنجاز، توفر مختلف التخصصات والخدمات الطبية داخل نفس المنشأة، كذلك الثقة في الأطباء والأخصائيين، وذلك بالخبرات التي يبرزونها للمتعاملين والتي تكون مبثوثة ومنشورة. كما نشاهد في كثير من المستشفيات تجدهم واضعين شاشة كبيرة بيتم فيها استعراض كل الأطباء الموجودين في المستشفى وخبراتهم وشهاداتهم والجامعات التي تخرجوا منها وسنين الخبرة التي عندهم في المجال المعين. كذلك الحرص على حل مشكلات المريض واحدة من أهم يعني عوامل الاعتمادية. المريض عندما يكون عنده مشكلة يريد حلها لا بد أن يجد من يساعده، ومن المفترض أنه إدارة خدمات العملاء في الاستقبال على سبيل المثال أنها تقوم بالتعامل مع مثل هذه الأمور. كذلك واحدة من أهم عوامل الاعتمادية مسألة الاحتفاظ بالسجلات، الاحتفاظ بسجلات المرضى وحفظها في مكان آمن حتى يستطيع المريض مراجعة سجله في أي وقت شاء ولأي غرض شاء. هذا هو البعد الثاني، بعد الاعتمادية. إذن البعد الأول هو بعد الجوانب الملموسة، نضيف إليه الآن بعد الاعتمادية، ولكن هذا أيضا ليس كافيا لأن تأخذ الخدمة الطبية 10 من 10. فالبعد الثالث من الأبعاد المهمة جدا في تقييم الخدمة الطبية من قبل المتعاملين هي مسألة الاستجابة. ولما نتكلم عن الاستجابة فإننا نعني كثير جدا من الأمور، نعني السرعة في تقديم الخدمة الطبية، الخدمة الصحية المطلوبة، ويدخل هنا أيضا موضوع الاعتمادية بشكل من الأشكال. نعني كذلك الاستجابة الفورية لاحتياجات المريض مهما كانت درجة الانشغال، مهما كانت درجة انشغال الطاقم الطبي لا بد أن يتم الإيفاء بمتطلبات المتعامل سواء كان مريض أو مراجع أو مرافق لمريض. لا بد أن تتم الاستجابة بقدر الإمكان في أسرع وقت ممكن. كذلك من ضمن العوامل التي تتعلق بالاستجابة الاستعداد الدائم للتعاون مع المريض بمجرد طلبه لأي خدمة، الرد الفوري على الاستفسارات والشكاوى واحد أيضا من العلامات الفارقة في تحديد مدى سرعة الاستجابة من بطئها. كثير من المرافق الصحية بل وكثير من المرافق عموما الرسمية وغير الرسمية يعاني كثير من الناس في سرعة الرد على استفساراتهم وعلى أسئلتهم وعلى طلباتهم. فالرد الفوري أو فلنقل أسرع ما يمكن لأنه أحيانا الفورية قد لا تتوفر، فالرد الفوري على الاستفسارات وعلى الشكاوى واحد من العوامل التي تقيم بها استجابة المرفق الصحي أو استجابة المستشفى. كذلك إخبار المراجع أو المريض عن ميعاد تقديم الخدمة له في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد. الآن كثير من المراجعين أو المرضى وهم يتلقون العلاج أو الخدمة الطبية داخل المستشفى المعين عندما ينتهي من الخطوة الأولى يقول له الطبيب انتظر مثلا في الخارج، فينتظر ولا يدري ما هو الإجراء الذي ينبغي أن يقبل عليه بعد الإجراء الأول. فعدم إعلام المراجع أو المريض بالخطوة اللاحقة وبمواعيدها هذا واحد من صور ضعف الاستجابة، وواحدة من الأشياء التي تؤثر بشكل كبير جدا على تقييم جودة الخدمة الطبية لدى هذا المراجع أو هذا المريض. فموضوع الاستجابة مهم جدا، وهو واحدة من مسؤوليات خدمة العملاء أو إدارة خدمة العملاء في المستشفى. يجب أنهم يعني يهتموا بهذا الجانب أهمية كبيرة جدا، لأنه هو الذي يشكل صورة المؤسسة الذهنية لدى المتعاملين ولدى المراجعين. إذن هذه
أو هذا بعد الاستجابة بالإضافة إلى بعد الاعتمادية وقبله بعد الجانب أو الجوانب الملموسة. البعد الرابع الذي يهتم به مقيم الخدمة الطبية ويعتبر من أهم البنود، يعتبر من أهم البنود التي تؤثر بشكل كبير على تقييم جودة الخدمة سواء كانت طبية أو كانت أي خدمة أخرى، هو بند الأمان. بند الأمان، وبند الأمان يشمل الكثير من الأمور التي من ضمنها الشعور بالأمان الشخصي. الواحد يشعر إنه في مكان آمن، إنه الخدمة التي يتلقاها في هذا المكان هي خدمة بالتأكيد جيدة، وأن الاستشارة التي تقدم له بالتأكيد هي استشارة من أمين، وأن الأدوية التي يتلقاها هي أدوية مناسبة، وأن التشخيص الذي يشخص به مرضه أو حالته هو التشخيص الصحيح والمناسب. لأنه كثير من الناس يذهب إلى كثير من المرافق الصحية ويكون في ذهنه أن هذا المرفق أو ذاك يتعامل مع المرضى كأنهم زبائن، فيقوم باستهلاكهم مادياً مقابل خدمات هم لا يحتاجونها. فيعتقد المريض أن ورقة الفحوصات الطبية التي يحملها في يده وذاهب بها إلى المعمل، يعتقد أو يشك في أنه لا يحتاج لكل هذه الفحوصات، وأن حالته لا تستدعي كل هذا الشيء وكل هذه التكاليف، فلا يشعر بالأمان في هذه المستشفى، لأنه يظن في ما بينهم وبين نفسه أنهم يسرقون ماله. فالإحساس بالأمان لا بد أن يكون عالياً وقطعياً عند المريض أو عند المراجع حتى يقيم الخدمة بأنها خدمة جيدة. أيضاً من الشعور بالأمان، المعرفة من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالأمان، المعرفة بالطبيب وبمهارته وبخبرته. فعندما تجلس إلى طبيب وأنت مدرك لخبرة هذا الطبيب من خلال النشرات التي قرأتها عنه أو من خلال الشاشة التي كنت تشاهدها وأنت تنتظر في الخارج، ورأيت أن لهذا الطبيب خبرة لعشرات السنوات في المجال المعين، وأنه أجرى مئات العمليات الناجحة في تخصصه، وأنه حاز على جوائز عالمية ومحلية وكذا، وأنه محاضر في الجامعات الفلانية. عندما تطلع على مثل هذه البيانات تشعر بالأمان وأنت تراجع هذا الطبيب. فالمعرفة الجيدة بمهارة الأطباء وبخبرتهم تساعدك على إنك ما تشعر بالأمان، وهذا واجب المؤسسة الصحية. حتى تكسب مراجعها وعميلها الأمان لابد أن تملكه بهذه المعلومات بأي وسيلة ممكنة. كذلك استمرارية متابعة حالة المريض، يعني بعد أن يذهب المريض إلى بيته إذا جاءته رسالة نصية مثلا أن يقيم الخدمة التي قدمت له، يشعر بالمتابعة، فلا بد من متابعة حالة المريض، وهذه أيضا واحدة من أدوار خدمات العملاء في المراكز وفي المرافق الصحية. كذلك واحدة من أهم البنود التي يجب مراعاتها في أمان الخدمة مسألة سرية المعلومات، مسألة سرية المعلومات الخاصة بالمريض. لا بد أن نحافظ على سرية معلومات المريض، ولا بد كذلك من دعم وتأييد الإدارة للعاملين لأداء وظائفهم بكفاءة حتى يشعروا المراجعين بالأمان ويشعرون بالراحة وهم يتعاملون مع هذه المؤسسة أو تلك المؤسسة. إذن بند الأمان، وقبله كان بند الاستجابة، وقبله بند الاعتمادية، وقبله بند الجوانب الملموسة. أنا أعيد وأكرر لأني سأسألكم بعد نهاية هذه المحاضرة، وستكون الأسئلة يعني عليها درجات للمشاركة. ننتقل إلى آخر بعد من الأبعاد الخمسة في تقييم الجودة، تقييم جودة الخدمة الصحية، ألا وهو محور أو بعد التعاطف، وهو البعد الإنساني، والذي في كثير من الأحيان يعتبر الحد الفاصل. أحياناً تكون الخدمة الطبية 100% في كل البنود
السابقة، البنود الأربعة السابقة، ولكن يأتي هذا البند الأخير، بند التعاطف، ويفشل فيه الطبيب أو تفشل فيه الممرضة أو يفشل فيه مثلاً الرجل أو المرأة التي في الاستقبال، فيسيء التعامل مع المراجع أو مع المريض، ولا يبدون أي نوع من التعاطف، بل بالعكس تكون هنالك غلظة أو جفاف أو أسلوب سيء، فيأخذ المراجع أو الطبيب هذا الانطباع الذي وجده ويحكم على كامل الخدمة الطبية بأنها سيئة. فبند التعاطف هذا من أهم البنود التي يوليها المتعاملون سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية أو الخدمات المختلفة، لا بد من أن يكون هنالك نوع من أنواع الذكاء العاطفي في التعامل مع المتعاملين، لأنهم هم الذين سيقيمون جودة خدمتك الصحية، وهم الذي سيحددون مدى استمرارك في مجال عملك من عدمه، لأنه الدعاية الشفوية أو الكلام الذي يتداول ما بين الناس يشكل قاعدة، خصوصاً إذا صدر من أهل الثقة وأهل المعرفة، فإنهم سيحكمون بناءً على هذه الأفكار وهذه الإفادات التي وردت عنك عن من جرب التعامل مع مؤسستك أو مع مستشفاك أو مع مركزك أو مستوصفك. فلما نجي نتكلم عن التعاطف، فنحن بالتأكيد نتكلم عن تفهم احتياجات المريض، بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الاحتياجات مبررة أو غير مبررة، فنحن لابد أن نتعاطى معها ونتعاطف معها. فالإنسان يحتاج إلى التقدير ويحتاج إلى الإحساس بما يحس به، حتى ولو كان مبالغ في هذا الإحساس، تعاطف معه وتفهم احتياجاته حتى ولو لم تستجب لهذه الاحتياجات. فالتفهم واحدة من أهم البنود المتعلقة ببند التعاطف. كذلك واحدة من أهم البنود وضع مصالح المريض في مقدمة اهتمامات الإدارة والعاملين. أشعر المريض بأنه أهم مريض في المستشفى، واستنفر من حولك من الطاقم الطبي لمساعدته، وأوصي الممرضين وأوصي الأطباء والإداريين بالتعامل معه، ومارس هذا الشيء مع كل المتعاملين. سيشعر كل واحد منهم أنك تهتم به وأنه محور اهتمام المستشفى ككل. وبالتأكيد هذا الشيء سيعود بالنفع وبالفائدة الكبيرة جدا على العمل وعلى المستشفى وعلى سمعته وعلى جودة الخدمات المقدمة. كذلك واحدة من المحاور المتعلقة بموضوع التعاطف ملائمة ساعات العمل والوقت المخصص للخدمة المقدمة. لا بد أن يتلائم وقت العمل مع الخدمة المقدمة للمريض، مع الخدمة المقدمة للمريض، وكذلك العناية الشخصية بكل مريض، العناية الشخصية بكل مريض حتى يشعر كأنه هو المريض الأوحد في هذه المستشفى أو هذه المؤسسة الطبية. إذن هذه هي الأبعاد الخمسة لتقييم جودة الخدمة الطبية أو الرعاية الصحية. أول بند كان الجوانب الملموسة من مباني ومن أدوات وأجهزة ومعدات، وحتى مظهر الطاقم العامل في المرفق الطبي. المحور أو البعد الثاني كان هو بعد الاعتمادية، اللي بيتكلم عن الخبرات والمهارات التي يتمتع بها طاقم المستشفى أو طاقم المرفق الطبي. البند الثالث كان هو بند الاستجابة وسرعة الاستجابة لطلبات المرضى وطلبات المراجعين. البند الرابع هو كان بند الأمان، والبند الخامس كان بند التعاطف. كان بند التعاطف الخمسة عوامل أو الخمسة أبعاد هذه هي التي تقيم بها جودة الخدمة المقدمة للمراجعين وللمرضى. هل في أي سؤال يا شباب؟ في أي تجارب شخصية فيما يتعلق بجودة الرعاية الطبية؟ نعلم أنه منكم من يعمل في مستشفيات، في بعضكم يعمل في لعله في مدينة الملك فهد الطبية، وبعضكم في مستشفيات، وبعضكم في وزارة الصحة. سؤالي دكتور، تفضل.
تفضل يا محمد بن عايض القحطاني. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتحدث عن الاعتمادية من تجربة خاصة. تفضل. عند زيارتي لأحد المستشفيات قام الأخصائي بتشخيص غلط وأعطاني علاج مما سبب لي مما كان بيسبب لي تليف في الكبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلامات. بقيت في المستشفى تقريبا أسبوعين لا يعلمون ما هو التشخيص اللي عندي، وكان السبب من طبيب مستهتر. حتى بالصدفة سبحان الله وأنا طالع من عنده بعد التشخيص وجدت يدخن برا بكل استهتار أمام المستشفى، فأخذت في نفسي. وبعد أخذت يوم أو يومين بدأت الأعراض عندي. هذه مما يخلي الواحد، هذه من بالنسبة للاعتمادية. نعم نعم صحيح صادق. في بعض الأطباء سبحان الله مستهترين، وأحيانا في بعض البلدان قد تجد أنه حتى القوانين والتشريعات تدعم استهتار بعض الأطباء بأرواح المرضى، منها تحميهم من أي مساءلات ولا أي طائلة قانونية قد تلحق بهم. فالموضوع يحتاج إلى نعم يساعد في ذلك التأمين الطبي. الآن التأمين الطبي يغطي، نعم يسمح لهم بإجراء الفحوصات وتغطي العلاجات، فلذلك تجدهم جريئين في هذا المجال. تمام، هذا بالنسبة للتجربة يا دكتور. شكرا سلام. شكرا على مشاركة تجربتك الشخصية يا محمد بن عايض. شكرا، جزاك الله خير. طيب تفضل يا لاف الرويلي، المايك معك يا لافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا دكتور بارك الله فيك. تفضل 10 أسئلة. الله يحفظك ويطول بعمرك. ما علاقة السلامة الصحية بجودة الخدمة المقدمة؟ كمثال بتعاطف الدكتور مع المرضى. أيوة. إيه، ما علاقة السلامة الصحية بالشيء ذا؟ ما أنا ما فهمت سؤالك. أنت قصدك إيش علاقة؟ يعني تخصصنا حنا في السلامة والصحة. أيوة. المهنية. طيب. إيش علاقتنا بجودة الخدمة المقدمة؟ سؤال جيد جدا. الجودة واحدة من أهداف إدارة السلامة والصحة المهنية هو رفع الجودة. يعني أنت لما تتكلم عن السلامة أكيد حتتكلم عن جودة المباني نفسها. السلامة لما نجي نتكلم عن السلامة اللي قدام إن شاء الله أنت استعجلت، إحنا عندنا مادة كاملة اسمها الجودة الشاملة والسلامة الشاملة. لما نجي نتكلم عن السلامة إحنا نتكلم عن بيئة العمل النفسية وبيئة العمل الفيزيائية، إنه لابد من توفير بيئة عمل من الناحية الفيزيائية جيدة، ومن الناحية النفسية تكون جيدة، ومن الناحية الاجتماعية كذلك. هذه مهام إدارة السلامة والصحة المهنية. فلا بد أن تكون بيئة العمل مهيئة نفسياً لأداء العمل، سواء كان للمراجع أو حتى للطبيب اللي يعمل في مستشفى. لا بد يحس نفسياً إنه يعمل في بيئة سليمة، والمراجع كذلك لا بد أن يحس السلام عليكم. الصوت يا شباب. يا مهندس الصوت اختفى. يا دكتور الصوت يا دكتور. طالع الدكتور اصلا شكل. الو طالع الدكتور يا شباب. ترى طلع الدكتور مهندس.
وهديك لا في سؤالك خلى الدكتور يطلع. ايه سؤال صعب. سؤال خطير. هذا ده السلام عليكم يا شباب، ما ادري فصل عندكم برضو ولا فصل عندي بس؟ لا بس، لا بس عندك. كم فجأة طلع. فايش كنا قاعدين نقول اخر شيء؟ فالجودة يا اللي كان بيسأل من؟ مين اللي كان بيسأل؟ المهندس، انا اللي سألت. ايوه، فدائما الجودة والسلامة، الجودة والسلامة لصيقين ببعض. الجودة والسلامة في التصاق كبير جدا بينهم، فلا تستغرب انه اذا كنت شغال مسؤول سلامة انه توكل اليك بعض مهام الجودة في مؤسستك. لا تستغرب اذا تم يا مهندس مهند، الصوت مو واضح عندي. ما اختفى. الو يا دكتور. خلصت هي المحاضرة؟ خلصت بالسؤال. لا في الله يهديه، صامل على السؤال. عبد العزيز. لا. لا خلاص اسحب السؤال يا شباب، خلاص رجعوا المهندس. رجعوا خلاص بسحب السؤال. حلفت. لا يا عبد العزيز. تبغى نعطيكم حاضرة؟ لا اسأل السؤال. هو السؤال يا لافي، طلعت المهندس كيف محاضرة؟ بيقفل الزوم كامل يا عيال، بيقفل الطلب خلاص. تبغون نعطيكم حاضرة؟ كيف والله يا فارس؟ ما نستغني يا شباب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للواجب الإنجليزي، أحد سجل مع الدكتور أيام يحل الواجبات؟ والله بالنسبة لي أنا ما سجلت. لا والله، وأنا والله زيك بعد ما سجلت. يسجل مع الدكتور لما سجلنا، ما طبعت المذكرة يمكن قبل 3 أيام، ما كان عندي طابع. اللي سجل ودنا انه يصور سن الواجبات التمارين بس، باقي دروس ما اخذناها من ضمن الواجبات. اعلموا من اللي عنده لا ينسانا. ابشر ابشر، وفقكم الله جميع. هذا مستوى خامس. ايه مستوى خامس. كم باقي مستوى يا شباب على فكرة؟ 3. يا شباب المهندس مهند في الواتساب يقول خلصت المحاضرة. كلم الله فيه. كنا مبسوطين. لا لا يا سام. لا في الله يسعدك بالله، يكثر أسئلة برضه ثانية. يلا يا شباب. في سؤال بداية المحاضرة. يلا السلام عليكم. توفيق. الله يسلم الجميع. السلام بالتوفيق للجميع. خلصت كل المحاضرات يا شباب؟ والله يقولوا انه خلاص باقي 2. 3 محاضرات اليوم. باقي 2 على المحاضره انجليزي و هندس عبد الكريم ونقل المواد. اي خدمه شباب. الله يوفق ويوفق الجميع. امان الله. الله يسلم امر الجميع يا رب.
يا شباب نقل مواد ملغية اليوم هلا عمان عبد الكريم يعتذر يعطيك العافية عافيك يا محمد